نرحب بالأستاذ مهند الطيب ضيفنا من بغداد على مهرجان أيام السينما البيئية. أولا لو تعطينا فكرة على تجربتكم أو زيارتكم أو مشاركتكم في هذا المهرجان السينما البيئية بيابس. بسم الله الرحمن الرحيم. كانت تجربة جدا جميلة وقيمة، حيث التقينا بسينمائيين بأدباء بكتاب بناس مثقفين يريدون الارتقاء بالبيئة الخاصة بهم العائلة التي تحتضنهم. في مهرجان قابس عرضت مجموعة من الأفلام، منها تحمل الرسائل المهمة لإنقاذ البيئة، ومنها تحمل الرسائل المهمة التي تشير إلى طبيعة الأماكن التي يعيشون فيها. أفلام جميلة تنافست فيما بعضها. اليوم هو حفل الاختتام، سوف نعلن عن الجوائز، جائزة الذهبية، الفضية، البرونزية، وجائزة لجنة التحكيم ولجنة اللجنة المنظمة لإدارة المهرجان. أنتم في العراق، هذه التلاقح أو هذه التجارب كيف ترون يعني تأثيرها عليكم، على أدائكم، على تقدمكم؟ حقيقة هكذا محافل هي ظاهرة صحية جدا للعرب بشكل يعني عام، على اعتبار أنه يجب على جميع الشعوب تعرف الشعوب المقابلة كيف تفكر وفي أي اتجاه هي ذاهبة. فكانت تجربة جدا جميلة، إن شاء الله ستكرر هذه التجربة في دول غير تونس، وإن شاء الله تنعاد بتونس، على اعتبار أنه اللي شفناه بتونس شيء كأنما ببغداد. أنا عايش ببغداد وسط أهلي وسط ناسي، ناس مضياف، ناس طيبين، ناس يحبون الحياة، يحبون الفن، يحبون الميوزك، ناس عندهم يعني عندهم إحساس رهيب، ناس عندهم حب للحياة. أنا جدا سعيد بهذه التجربة. رسالتك للشباب الذي أصبح يختار هذه السينما البيئية كنوع من العمل أو الاجتهاد في سبيل قضايا إنسانية، كيف توجه لهم رسالة لكي يتواصلوا مع مثل هذه المهرجانات ويقدموا أنفسهم؟ رسالة إلى جميع الشباب الذين ينوون أو عملوا هكذا أفلام بيئية، لا تفكر أنه يصبح عندك فيلم، فكر أنه تبعث برسالة لمن يغير الواقع. احبك، يعني احنا نسميها احبك، ضب القصة مالتك وانطيني زبدة خلاصة الكلام حتى أنا أجبر على أن أنفذ اللي أنت فيه وأحترم ما تقدمه وأحترمه. شكرا أستاذ مهند ومرحبا بك مرة أخرى في بلدك الثاني. شكرا.